نعم النعام، انا مشروع النعام في دماغي من زمان، انا مشروع النعام في دماغي بقاله سنه او سنتين وعايز اعمله، انا درست في مشروع النعام 5 سنين ونفسي اعمله، وهو ده نفس الكلام اللي بسمعه من ناس كتير قوي، يقول لي المشروع في دماغي مثلا من 5 سنين فاتوا، طب انت ليه ما بداتش من 5 سنين فاتوا؟ مشروع النعام بيترتب على الخبره، فانت لو كنت بدات من 5 6 سنين فاتوا كان زمانك دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندك الاكتفاء الذاتي من الخبره وعرفت خلاص تتعامل ازاي واتنصب عليك قبل كده وخلاص عديت مراحل، بقى هنخش بقى على الشغل التقيل دلوقتي، ده الفكره في دماغك من زمان ولسه عايز تيجي تنفذها دلوقتي، فالموضوع بيبقى صعب عليك شويه بقى. الناس كلها بيبقى في دماغها فكره النعام وفكره تربية النعام والموضوع كويس وعايزين نبدأ فيه بس مش عارفين يبدأوا ازاي، بيبقى عندهم خوف المخاطرة، يعني اللي هو خايف اصلا يبدأ في الموضوع من الاول علشان خايف يتنصب عليه او خايف ما يعرفش يتعامل. هو المشروع في دماغه والمشروع كويس جدا وهو عامل له دراسات، بس البداية بقى هو ايه عايز زقة البداية دي هو اللي خايف يعملها. والله بص، وانا بقول لاي حد سواء عايز تبدأ بمبلغ كبير او مبلغ صغير وقلت الكلام ده قبل كده، عايزك تجرب نفسك بس الاول في 3 4 كتاكيت عمر شهر هتربهم بتاع 3 4 شهور، تمام؟ بعد ال 3 4 شهور اعرض الكتاكيت دي للبيع علشان تبقى جربت تربية وجربت تسويق، يبقى انت بقيت ملم بكل مشتملات النعام كده على ارض الواقع من نفسك، انت ما تبقاش اتفرجت على فيديو او سمعت كلام مني او من غيري، لا انت يا باشا اتعامل بنفسك كده على ارض الواقع، بعد كده اخرج من التجربه مقرر انت هتعمل ايه. طب انت ليه بتحكمني ان انا ابدا بعمر شهر؟ بص الموضوع في ايدك، عايز تبدا بعمر اسبوع ابدا، عايز تبدا بعمر 3 سنين ابدا، انت حر، بس انا واجب عليا اقدم لك النصيحه ان عمر اسبوع ما تتعاملش مع الناس فاهمه علشان زيه زي كتكوت الفراخ ابو 5 6 جنيه، كتكوت الفراخ ممكن يموت في اي وقت، كتكوت النعام برده ممكن يموت في اي وقت، بس الفكره هنا كلها ان ابو 5 6 جنيه ده مش هيتزعل عليه، لكن ابو 1900 جنيه او 2000 جنيه ده هيتزعل عليه، علشان كده ما برجحش ان حد يتعامل مع الاعمار الصغيرة دي.